أقول لك الصواريخ هي السبب. الصواريخ هي السبب. صبرا وشافي لا مكان لا صاروخ لا حجر. وجاو بادوا بادوا فلسطين. أكيد أنت هضرت قلت ما إسقاط التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع. الشعب يريد تجريم التطبيع. الشعب يريد تجريم التطبيع. الشعب يريد تجريم التطبيع. نعيد فلسطين شعب واحد بالشعبي واحد من الشعبي للمغرب الفلسطين شعب واحد من الشعبي للمغرب الفلسطين شعب واحد من الشعبي واحد المسرحية في معبر رفح جات القوات المصرية حيدس ديك السواتر الإسمنتية باش يبان المعبر مزيون وجابوا الميكروفونات وخطب وهضر الأمين العام أمم المتحدة وقال لهم يجب إدخال المساعدات هاد الشاحنات راهي شريان الحياة والمسرحية خدامة وجمع المسائل ديالو ومشى بحالو كيمثلوا علينا ولا شنو هادشي اش هادشي اش هاد المنكر ومن بعد ملي مشى القوات المصرية ردت ديك الإسمنت في معبر رافع والو النملة ما تدوش يا المسلمين يا ودي يا مصر يا جيش مصر فين كنتي فين وليتي فين كنتي فين وليتي في التراب الذي لا يدعم فلسطين فهو ليس بجيش والذي لا يدعم فلسطين فهو ليس بحاكم الذي لا يدعم فلسطين ليس بمثقف الذي لا يدعم فلسطين ليس بسياسي عد شطرات علم صخ لكي نفات العالم العربي ما كيسوى وتنستا فلسطين هي البوصلة لكن بداوا بديالكم بداوا باللي قتلوا الأطفال في صبرا وشتيلة وفي الحرب غزة الأولى وشي حد مشى فيها الحبس من بنو صهيون بينما القنابل اللي هي السبب قالوا اليوم قال لك السبب هي القنابل بين يدك الحرب غزة الأولى والحرب غزة الثانية اللي دوزتك 52 يوم ديال الحرب فين هما هاد الحروب كلها وفين هي هاد حقوق الإنسان يا ريت احنا هنايا استجابة في الحقيقة نستجيب لأن إسماعيل هنية يطلب أننا ننزل الساعات هم يجاهدون بدمائهم وإحنا نطلب منا أننا ننزل عن الساحات قال نقول اللهم هذا منكر تحت شعار لا لتهجير الشعب الفلسطيني فمن محاسن هذه الأحداث أنها إعادة إحياء هذه القضية ومن الله أكبر ومن محاسن هذه الأحداث أنها عرت حقيقة الغرب ماشي بينت النفاق ديالو بينت الحقيقة ديالو لأن الغرب هو اللي سيب هيروشيما على اليابان ولأن الغرب هو اللي قتل مليون شهيد في الجزائر ولأن الغرب هو اللي استعمر المغرب ولأن الغرب هو اللي أباد أمريكا أباد الشارع الأمريكي وهو الحر الغرب هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم يا جبار يا رحمن أرنا قوتك وعظمتك في اليهود اللهم شتت شملهم اللهم دمرهم اللهم أرنا فيهم يوم الأسود اللهم يقسم أبناءهم اللهم يقسم أبناءهم اللهم فرحنا بنصرك يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في غزة رغم قلة قوتهم وضعف حيلتهم اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر أهل غزة اللهم شاركنا الفرحة يا رب العالمين اللهم ارزقنا حجة لبيتك الكريم في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهدي حكامنا لإسقاط التطبيع الله اهدي حكامنا حكام العرب لإسقاط التطبيع الشعب يريد إسقاط التطبيع الشعب يريد إسقاط التطبيع الشعب يريد
تجريب. الشعب يريد تجريب.